انتفاضة الثاني من ديسمبر أيضا بقيادة الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح رحمه الله، تعد من أبرز مراحل النضال الثوري ضد حوثنة وملشنة الدولة والمجتمع كما جاء في التقرير الذي تابعناه في وكالة خبر. ماذا يمثل برأيك ذلك اليوم بالنسبة لليمنيين؟ أخي العزيز، أتت انتفاضة الثاني من ديسمبر عقب عدة محاولات حاول فيها القائد الرمز الشهيد علي عبد الله صالح ورفاقه في المؤتمر الشعبي العام بمحاولة الحفاظ على بقايا مؤسسة الدولة التي انهارت إبان ما يسمى بالربيع العبري بعام 2011، وسيطرت ميليشيا الإخوان المسلمين آنذاك على مؤسسات الدولة وقيامهم بهيكلة الجيش وتدمير البنية التحتية لليمن من خلال ما كانوا يقومون به من تفجيرات سواء للطائرات أو عمليات الاغتيال لخلال ضباط اليمن. ومن ثم تراكمت الأمور إلى أن وصلت ميليشيا الحوثي إلى الانقلاب على الحكومة وسيطرت على كافة مؤسسات الدولة. سعي المؤتمر الشعبي العام بقيادة ورئاسة الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح إلى محاولة الحفاظ على بقايا تلك المؤسسات وعدم السماح بحوثنة وملشنة وفرض منهج إيراني على المؤسسات الحكومية وأيضا المناهج التعليمية وتغيير أسماء المدارس. فأتت الانتفاضة يعني كنتاج فعل عقب أن فشلت كافة المحاولات التي كانت تسعى لتجنيب اليمن والمؤسسات الحكومية إلى الحوثنة والملشنة. وأطلق الشهيد الزعيم رحمة الله عليه شرارة الثورة والانتفاضة، ووجه بعدة وصايا ودعوات للشعب اليمني كافة بأن ينتفضوا للحفاظ على مؤسساتهم الحكومية، بأن ينتفضوا للحفاظ على ثورتهم وعلى جمهوريتهم وعلى ديمقراطيتهم. وكانت الثورة الثانية والانتفاضة الثانية من ديسمبر هي تعتبر الثورة المقدسة الرابعة التي يجب على اليمنيين التمسك بها والعمل على ضوئها